الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى فإنه لم يزل حليما غفورا ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نكون بها يوم الحساب بإذن الله تعالى ممن ينقلب إلى أهله مسرورا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه الذي انجلت محاسنه شموسا وبذورا صلى الله عليه وسلم وعلى الذين أظهر الله بهم دينه من الأنبياء وجزاهم بما صبروا جزاء موفورا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه المعجز الكريم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إخوة الإيمان إن العاشر من المحرم أي يوم عاشوراء مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس وهو مشهور عند الأواخر والأوائل في يوم عاشوراء تاب الله تعالى على سيدنا آدم عليه السلام وفي يوم عاشوراء نجى الله سيدنا نوح عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بالنصر وفي يوم عاشوراء أنقذ الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود وفي يوم عاشوراء رد الله سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب عليهما السلام وفي يوم عاشوراء أظهر الله سيدنا موسى عليه السلام على فرعون الطاغي الظالم وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر وفيه أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت وكشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام وفيه حصلت غزوة ذات الرقاع وفي يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما على أيدي فئة ظالمة فمات الحسين شهيدا وهو ابن 56 سنة وهو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وأحمد والطبراني وقال حسين مني وأنا من حسين أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة واليوم إخوة الإيمان سنقف بإذن الله تعالى عند محطة من محطات العاشر من المحرم وهي توبة آدم عليه السلام لنتعلم أحكاما عديدة منها أن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة
وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة. وهذه المعصية آدم تاب منها. يقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولا تعد تلك المعصية معصية كبيرة، لأن الله حفظ الأنبياء من الوقوع في الكفر وفي المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خصة ودناءة. فهذه المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام ليست كفر ولا كبيرة ولا صغيرة، فيها خصة ودناءة. يقول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، وقد روي عن مجاهد أنه قال الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فيا أخي المسلم، إن أسرفت على نفسك بذنوب والمعاصي فسارع إلى التوبة، وخذ العبرة مما حصل في عاشوراء، وتذكر توبة آدم عليه السلام، وتذكر الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، وتفكر بمعاني الكلمات التي قالها آدم عليه السلام. قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده. قال: لا إله إلا أنت، ثم نزه ربه عن الشبيه والمثيل والمكان وصفات الخلق، فقال: سبحانك وبحمدك. حمد ربه على ما أنعم عليه من النعم، ثم أقر بما حصل منه: ربي إني ظلمت نفسي، ثم تذلل لله نهاية التذلل طالبا المغفرة من الله سبحانه وتعالى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين. ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروى البيهقي بإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله وهو أعلم لا شك، فقال الله: وكيف عرفت محمد ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك أي بعنايتك، ونفخت في من روحك أي الروح المشرفة عندك، قال: رفعت رأسي قرأت على قوائم العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وليعلم أنه ليس معنى قوله بيدك أن الله موصوف بالجارحة كالإنسان، إنما الله تعالى منزه عن الجسم وعن صفات الجسم. وليعلم أيضا أن آدم عليه السلام له فضل كبير على البشر، لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة. فلا يجوز تنقيصه، فمن نقصه وأنكر رسالته فهو كافر والعياذ بالله تعالى. فلو كان الأمر كما ظن بعض الناس أن آدم لم يكن رسولا لساوى البشر البهائم، ولكانت ذريته في زمانه تعيش كالبهائم بلا شريعة والعياذ بالله. كيف عرفوا بجواز
أن يتزوج الأخ من أخته من البطن الثاني، أليس بالشرع الذي نزل على آدم؟ بلى، فحواء عليه السلام كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يجوز للأخ أن يتزوج من أخته لكن من البطن الثاني لأجل كثرة التناسل، أما من نفس البطن فلا يجوز. فكيف عرف هذا؟ أليس بالشريعة التي أنزلت على آدم؟ بلى، والله تعالى جعل آدم جميل الشكل والصوت وحسن الصوت، جميل الشكل والصورة وحسن الصوت، لأن جميع الأنبياء أنبياء الله كانوا على صورة جميلة وشكل حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجه وأحسنهم صوت. ونذكركم إخوة الإيمان بسنية صيام يوم عاشوراء لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من أنه صامه وأمر بصيامه، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء وانفعنا ببركاتهم واحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأكفنا ما أهمنا وأقنا شر ما نتخوف. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له رحمك الله الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سو اعتدلوا وتراصوا وسدوا خلل يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكثيب أنادي هاكم يا أحبابي وعلى الكثيب أنادي هاكم يا أحبابي
أحبابي في بطن ذاك الوادي قد قام رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد طال شوقي إليه والنور في عينيه قد طال شوقي إليه والنور في عينيه والسر طار إليه شوقا لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طاغة ودعوت بطاغة الله ومدحت بطيبة طاغة ودعوت بطاغة الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أموت وأحيا والروح بطاغى تحيا وهناك أموت وأحيا والروح بطاغى تحيا فأكاد أناجي الوحي في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا أيقن به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طيبة سلامي على الحرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على البقيع سلامي على زمزم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للبدر في السماء فانقاسم نصفين يا بدر فانقاسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
من أنا؟ فقال رسول الله شفيع للأمم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للناقات اشهدي بأني رسول الله، قالت أشهد نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.